حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة اليوم الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم، ولا مواضيعنا وأحداثنا في هذا الأسبوع. وموضوع أشغل الرأي العام ل أيام وساعات، وصارت به هواية إشكالات، وناس تكتب وناس تحكي، ورئيس يعني وزير يحكي، وزارة تنفي، وغيرها من الأمور. لذلك نريد نوضح أكثر بهذا الموضوع، موضوع قضية أم قصر في البصرة. طلع وزير خارجية الكويت في مؤتمر صحفي، شكر محافظ البصرة على التعاون صار بين البلدين على موضوع منازل أم قصر. تأول الموضوع وأصبح الشغل الشاغل، أصبح رأي عام خلال ساعات معينة، استمرت إلى يوم أو يومين الناس تحكي وتكتب بخصوص هذا الموضوع. الموضوع اللي احنا ممكن نريد نستفهمه أكثر، بالبداية احنا خلي نشوف بيان الوزارة اللي طلع من وزارة الخارجية، وبعدها أيضا راح ينضم لنا المتحدث باسم الوزارة بعد ما نقرأ البيان. تقول وزارة الخارجية بيان صحفي: تنفي وزارة الخارجية ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البرية أم البحرية، أيضا لا سيما ما يتعلق بمنطقة أم قصر بمحافظة البصرة. تؤكد الوزارة أن الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة جمهورية العراق التزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة، كما أن الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا. أيضا تلفت الوزارة إلى أن المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت تقع على أرض عراقية قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكن الذي تم تشييده ليكون بديلا أكثر استقرارا لشاغليها، وبما لا يمس حرمة السيادة العراقية التي لا تعد خيارا بل مسار تعمل الوزارة على تأكيده. أيضا ينضم إلينا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. بكل بساطة أريد من خلالك تفهم المواطن العراقي وأيضا الجماهير اللي حكيت وكتبت عن هذا الموضوع، تفهم بكل بساطة شنو اللي صار خلال تصريح وزير خارجية الكويت، وأيضا الموضوع اللي صار قضية رأي عام. بالتحديد وقع النقاش في مسألة المساكن العراقية التي تقع بمحاذاة الدعامات البرية بين الحدود العراقية والحدود الكويتية. جميل. هناك 106 دعامة حدودية تعد الحد الفاصل بين الأراضي العراقية والأراضي الكويتية. زين. من الجهة العراقية هناك بيوت، هذه البيوت هي بيوت لقاعدة أم قصر العسكرية، وهي قاعدة عراقية على أرض عراقية. زين. في الجانب العراقي هذه البيوت هي بيوت قديمة وقريبة جدا ومحاذية إلى الدعامات التي تفصل بين البلدين. زين. ولأغراض فنية قامت الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية العراقية وبالتنسيق مع الجهات واللجان الفنية المختصة وعبر مسار تفاوضي طويل ومنذ سنين طويلة متعددة بالتوصل مع الجانب الكويتي إلى بناء وحدات سكنية جديدة في حي سكني جديد، يتم من خلال هذا الحي انتقال هذه الأعداد من العائلات العراقية البصرية الكريمة. زين. انتقالهم من هذه البيوت إلى البيوت الجديدة دون أن يتكلفوا أي إجراء مالي. إيش قد تبعد المسافة بين البيوت القديمة والجديدة؟ قريبة جدا. زين. إذن
البيوت القديمة هي بيوت عراقية وعلى أرض العراقية ولقاعدة عسكرية عراقية قديمة، ولا علاقة للجانب الكويتي بهذا الأمر بالمرة. والمساكن الجديدة عددها 228 مسكن، وقام الجانب الكويتي بتعويض حتى الذين كان لهم آبار مائية على هذه الدعامات. زين، تم تسليم مبالغ مالية لكل من له بئر مائي يرتوي منه أو يزرع منه أو نحو ذلك. حلو. طيب، إذن البيوت عراقية وأم قصر عراقية كانت وستبقى ولا مجال للتفاوض فيها. زين. والبيوت عراقية والإدارة عراقية والحي السكني الجديد الذي بني هو لخدمة أبناء الشعب البصري الكريم من سكان أم قصر في هذه البيوت. زين. سؤالي دكتور، من خلال منبر قناة الأيام، تفضل. أين الإشكالية؟ الدعامات البرية بين الجانب العراقي والكويتي لم يطرأ عليها تغيير ولن يطرأ عليها تغيير، لا مساس بحرمة السيادة العراقية على الإطلاق، ولا توجد أي إرادة سياسية لأي مكون أو جماعة أو أفراد تنوي المساس بالسيادة العراقية. زين. الخارجية العراقية تتكلم بوضوح أمام أبناء شعبنا الكريم، البيوت القديمة بيوت عراقية بقاعدة عراقية في أم قصر العراقية. زين. والمساكن الجديدة هي مساكن أكثر أمنا واستقرارا ودعة للساكنين الذين يفترض أن ينتقلوا إلى البيوت الجديدة. زين. دكتور، وتسلم هذه البيوت إلى محافظة البصرة. زين دكتور، ليش هذا التوقيت بالذات أشيع هذا الموضوع وأثير من جديد؟ ليش يعني بالتحديد هذا التوقيت؟ شنو السبب؟ أنا ألتزم المسار الذي يعبر عن الخطاب الدبلوماسي العراقي الذي ينبغي أن يكون متوازنا شفافا موضوعيا وغير منحاز. ما تسأل عنه حضرتك أجاب عنه السيد المتحدث الحكومة العراقية، وبالإمكان الرجوع إلى النصوص التي استعملها في خطابه وأشار إلى أسباب محددة. زين دكتور، أقدر أعرف من خلالك أنه المعاهدات السابقة اللي بين البلدين ما بها أي تغيير، ما طرأ عليها أي تغيير؟ لن يطرأ تغيير إطلاقا. التقسيم الحدودي بين الجانبين جاء التزاما بقرار 833 لعام 1993 الذي وقع هذا القرار وحصل بعد المجازفات الغير محسوبة العدائية التي كان يتخذها النظام البائد تجاه جيران العراق. زين. وتكبد العراق هذه المواقف. لماذا يتم التداول دائما بأن السيادة العراقية تنتهك؟ وعن أي سيادة نتحدث؟ والنظام البائد هو الذي تسبب بكل هذه الخسائر إلى العراق. زين. وتحمل العراق الأعباء الكبيرة بسبب هذه المجازفات التاريخية للنظام البائد. زين دكتور، أن نكون واضحين صادقين أمام أبناء شعبنا. زين. لم يحدث أي تغيير. زين. والالتزامات الدولية قائمة كما هي من قبل الحكومة العراقية التزاما بالقرار 833 لعام 93 الذي لم يوقع ولم يصدر بعد العام 2003، هو قبل العام 2003. زين دكتور، والآن العوائل العراقية، أقطع كلامك بخير دكتور، الآن لا يوجد أي جديد قرأ أو سيقرأ. جميل. على السيادة العراقية فيما يتعلق بالحدود البرية مع الجانب الكويتي ومساكن أبناء شعبنا البصري في منطقة أم قصر، تحديدا في هذه المنطقة المحاذية للدعامات البرية. البديل عن هذه المساكن هو الحي السكني الجديد الذي يحوي 228 منزلا وهي جاهزة صالحة للسكن. العوائل دكتور، العوائل رفضوا هذا الموضوع، انتقلوا بسلاسة، حدثني عن العوائل. البيئة التي تسمح بانتقال العوائل إلى الحي السكني الجديد بسلاسة كلها متوفرة، اللي هي والجانب الأمني ايضا متوفر. زين. وجميع الاجراءات الحكومه العراقيه جاهزه وكامله وبلا مواربه اقولها،
الحي السكني مكتمل والبيوت جاهزة للسكن. والعوائل ما رافض الموضوع، جاهزة للانتقال؟ بإمكان قناة الأيام أن تذهب إلى الموقع المحدد وتزور هذا الموقع وتسأل هذه العائلات، جميل، هل هناك بيوت جديدة وأعدت لكم في حي جديد أم لا؟ طبعاً لا تتعلق المسألة، لا تتعلق بالسيادة العراقية، وإنما سيادة العراق، سيادة العراق حرمة مطلقة لا نقاش فيها. أكيد أكيد. طبعاً دكتور نشكرك الشكر الجزيل على هذه التوضيحات اللي وضحت بها للمواطن العراقي وأيضا للشعب العراقي بصفتك متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية. نشكرك الشكر الجزيل على هذا الموضوع. أيضا مشاهدين الكرام، يعني اللي جاي يصير حاليا واللي جاي نشوفه يعني كله بسبب مخلفات النظام البائد، بسبب هدام اللي سوى ما سوى، اللي خلى الشعب العراقي وخزائن الدولة العراقية لحد هذه اللحظة هي تنهك بسبب أفعال اللي سواها، أثقل على العراقيين وعلى الدولة العراقية ديون وأموال، وأيضا قرار مجلس قيادة الثورة رقم 200، يعني كل هذا الموضوع. طبعا والقرار منشور وتقدرون تشوفوه، كله بسبب صدام اللعين وتوقيعه، توقيع النظام البائد. هذا ما جنيناه من عصر صدام حسين. البعض هسه يجيك صغير ما يدري شنو ما شنو يقول لك ايام صدام، هاي ايام صدام تنساق وراء شعارات بالفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بصفحات مموله من الخارج تمدح وتمجد بالنظام البائد. اشخاص يعني تجهل الموضوع، اشخاص تجهل اللي كان بالسابق، وشخصيات تقود الموضوع ولحد الان عندهم هم والله ذاك النظام، هذا هاي افعال ذاك النظام، بقرارات يتهور يقعد من النوم يروح يسوي له سالفه، حاله حال ولده، حاله حال ابنه. ايش سوى بالرياضه؟ اذا نحكي مع الجانب الرياضي، اذا نحكي على الجانب الثقافي الفني السياسي كل الجوانب، هذا ما جنيناه من النظام البائد من صدام اللعين. بعسى ما اقول لك يتم العوائل، قتل ابنائنا والشهداء، ما اقول لك شيل الناس من بيوتهم، ما اقول لك سوى ما سوى، ما اقول لك يعني عفوا على صفحه، تعال احكي لي على هاي السوالف مال الدول، يوميه حرب ويوميه ما ادري شنو اللي يجينينا، ويجيني واحد هسه يترحم والله ايام صدام. اضف الى ذلك اليوم اكو صفحات بالفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي ممنهجه ومموله لبث هذه الفيديوهات وهذه المواضيع، واهل البصره ما ادري شنو يتجمعون والسلاح وما ادري شنو، وما شاء الله اكو كمبوق، يعني مبينين كمبوق بعثي مبين من هسه طلع، واه هويانا والدرب بعيد. يا اخوي يعني انت قبل لا تكتب وتجي وتصعد هاشتاج انت عارف الموضوع؟ اكو جهات رسميه تقدر تاخذ من عندها الموضوع وتفتهم. مو من صلاحية أحد إنه 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 يبيع ذرة تراب من أرض العراق ولا متر من أرض العراق. زين بذاك الوقت كنا تشوفنا هناك على الجبهة، هناك نحارب مثل ما صار بداعش، واللي صار من 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 حرب ومن من إصابات داعش القذرة الإرهابية، شفنا الحشد الشعبي والقوات الأمنية. الحشد الشعبي ناس بسطاء حالهم حالنا، مواطنين لا مسلحين ولا شيء، سمعوا بنداء المرجعية راحوا لبسوا عسكرية وراحوا صعدوا يحاربون جنبا إلى جنب مع أخوانهم في القوات الأمنية البطلة. اليوم احنا من نتحدث، طبعا الموضوع يطول، أيضا لدينا الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي يقول بشأن ترسيم الحدود مع الكويت. الحدود مع الكويت رسمت في العام 1994 ولم تقم أي حكومة عراقية لاحقة بتغييره، وهذا أيضا يعضد كلام الدكتور أحمد الصحاف. ملف الحدود العراقية الكويتية تحول منذ 2003 إلى سياسي داخلي. أيضا يقول كل ما يثار حول الحدود العراقية الكويتية إشاعات بهدف الابتزاز والضغط السياسي. هذا المتحدث باسم الحكومة العراقية. أيضا محافظ البصرة عبر
الصفحة الرسمية لديوان محافظة البصرة المركز الإعلامي، يقول قضية ميناء أم قصر وترسيم الحدود سوقت سياسياً. ترسيم الحدود مع الكويت وأم قصر أصبحت من ضمن الدعاية الانتخابية المبكرة. نواب يشوهون الحقيقة حول بيع العراق أراضي عراقية للكويت. يا أخوان، ما حد يقدر يبيع متر من أرض العراق. يا مواطنين الأعزاء، اليوم ما حد يقدر يسوي هذا الشيء. العراق والكويت اتفقا في 2013 على بناء منازل خاصة للعوائل العراقية الساكنة على الحدود. محافظة البصرة جهزت المنازل المتاخمة للحدود العراقية الكويتية بالماء والكهرباء. جهات سياسية سعت إلى تسقيطي من أجل السباق الانتخابي. يعني ما أعرف، يعني جهات سياسية بيناتكم محافظ البصرة ومن وياك تسوون هيك ترند بالعراق، والشعب العراقي كله دايخ ما يعرف الحقيقة، لحد ما ظهرت البيانات الرسمية والأخوة المتحدثين حكوا ووضحوا هذا الموضوع. لعبة، هي لعبة قضية العراق لعبة. أيضا يقول جهات سياسية سعت إلى تسقيطه، وقائد المنطقة الرابعة السابق يسعى لاستثمار ملف أم قصر انتخابيا. ما أعرف من هو قائد المنطقة الرابعة. محافظة البصر لا تمتلك صلاحية ترسيم الحدود مع الكويت، لن تذهب أي ذرة تراب من الحدود العراقية الكويت. الشارع المحاضي للحدود العراقية الكويتية عراقي 100%. وأيضا من يقود الحملة ضدي وحل بيع الأراضي لا يدركون الملف الحدودي مطلقا. الكويت شيدت 99 منزلا على أراضي عراقية وستوزع للعوائل التي تسكن على الحدود. أعتقد الدكتور أحمد ذكر قبل قليل أنه 206 منزل. رئيس الوزراء كلفني وفق القانون بتوزيع المساكن إلى العوائل العراقية الساكنة على الحدود. أيضا يقول يعني أدعو لجنة من البرلمان العراقية لزيارة الدعامة 106 المتاخمة للحدود العراقية الكويتية. هذا ملخص ما جاء. أيضا بصفحة التقنية من أجل السلام أكو توضيح صار، هذا أيضا للمواطنين توضيح بسيط. يقول لك أثار تصريح وزير الخارجية الكويتي أثناء لقائه بنظيره العراقي في العاصمة بغداد 30 تموز 23 بشأن ملف ترسيم الحدود وجدلا واسعا في الشارع العراقي، وعملت بعض الصفحات على استغلال الأمر لغرض إثارة الفتنة وإرباك الوضع العام عن طريق نشر إشاعات منها إهداء مدينة أم قصر للجانب الكويتي، ميناء أم قصر في أحضان الكويت، بيع أم قصر وغيرها من الأخبار المضللة. لذا وجب توضيح بعض الحقائق. قضية ترسيم الحدود مثل ما قلنا لكم هذا الموضوع واضح سنة 93 في اللقاء العراقي الكويتي الأخير، الوزير سالم عبد الله الجابر شكر قائلا: أشكر بشكل خاص وشخصي سعادة محافظ البصرة على وعوده لنا اليوم بإنهاء موضوع منازل أم قصر، مبينا أن محافظ البصرة وعد بإزالة تلك المنازل الموجودة على الحدود قريبا. يعني يشيلوهن من يم الحدود بمكان شوية أقرب، مكان شوية أبعد عن الدعامات 106. وإحنا أيضا شاهدنا المنازل، منازل جيدة جدا وبناء ممتاز. وهسه عبر من خلال الدكتور أحمد الصحافي المتحدث باسم وزارة الخارجية قال أيضا اللي عنده بير مال مي يسقي منا الأراضي الزراعية لو يستخدمه أيضا عوضوه وانطوه فلوس البير وزايد. أيضا يقول أثار هذا التصريح جدلا بين الأوساط العراقية الكويتية، معتبرين أن حكومة البصرة ستعمل على إهداء بيع ناحية مقصر، مثل ما وضح المحافظ أنه البصرة ما لها الحق أيضا يعني بترسيم الحدود، يعني ما لها حق، الموضوع شأن داخلي. وأيضا مبين وجود مساكن حكومية عراقية تقع في شارع قرب الحدود الكويتية يجب أن يكون فارغ، اتفقت الحكومتين العراقية والكويتية في عام 2013. ومن خلال صندوق التنمية الكويتي على بناء مجمع سكني في أم قصر لنقل العوائل المتواجدة على الحدود للسكن فيه، ألا أن المشروع بقي معلقا لسنوات عدة بسبب عدم وصول الماء والكهرباء إلى المجمع. وأيضا ذكر الدكتور قبل قليل أنه الماء والكهرباء وصلت إلى المجمع السكني اللي يحتوي على 206 منزل. أي إن ملخص الأمر لا وجود لما تم الادعاء بشأن بيع أو إهداء ميناء أم قصر أو ناحية أم قصر إلى الجانب الكويتي كما يشيع الله، إنما حقيقة الأمر يكمن في ترسيم الحدود وغيرها والدعامات الحدودية بين البلدين على الأرض الواقع ونقل الساكنين قرب الخط الحدودي إلى مجمع سكني في أم قصر. هذا كل ما في الموضوع، هذا كل ما في الموضوع اللي أثير بسبب أغراض وأجندات تعمل
خاتله تطلع تمد راسها تذب السموم ترجع بعدين، هسه مختلوا. وذولا بعض الصفحات يعني المعروفين يعني هذولا كم شخص زين، بس هي يعني انتخابات جايه وتسقيطات وما اعرف امور سياسيه وغيرها. فيا مواطننا الكريم العزيز، قبل لا تلزم تليفونك وتباوع تقلب بالاخبار اخر الاخبار، شفت هيك موضوع، قبل لا اعلق، قبل لا اكتب منشور، قبل لا انطر رايي، اتحرى عن الموضوع، اشوف الموضوع بخبر رسمي، ببيان رسمي، بصفحه رسميه. هسه بالفيسبوك عم اجوك بالفيسبوك صفحه رسميه، افتح التلفزيون اشوف القنوات الاخباريه الرسميه، قناه الدوله وغيرها من القنوات الرصينه، اشوف الموضوع شنو اساسه شنو، قبل لا اكتب واسوي. وام قصر عراقيه وكلا ولن ولم ولم ما ادري شنو تباع، عم نقول يا الله، قول يا الله، الموضوع محسوم من زمن هدام المقبور. صايره الحدود هيجي، اكو بيوت بصف الدعامات، شالوا هاي البيوت من هاي بصف الدعامات، مكان قريب جدا وبنوا لهم مجمع سكني 206 منزل، ووصلوا لهم المي والكهرباء وطوهم فلوس فوقها، عوضوهم بمبلغ مادي، هذا كل ما في الامر. كاظم يقول بما أن المكان فيه مواطنين عراقيين فهذا يعني ان الارض عراقيه 100%، كذلك قال الاخ الدكتور المتحدث. والقرار الاممي كان جائر ومتحيز بحيث اقتطع ارض عراقيه واعطاها بغير وجه حق الى الكويت بسبب قرارات هدام اللعين، بسبب قرارات العنجهيه، بسبب النظام البائد ومجلس قياده الثوره والحزب المدري شنو البعث الاشتراكي مدري شنو وأمة عربية وهاي الشعارات مالته القديمة، عاثب الأرض فسادا. جاسم يقول هناك ألوف العوائل غادرت ورحلت من منطقة الحدود الكويتية العراقية إلى داخل العراق، هنالك عمق 1500 متر سيكون محرم على طول الحدود داخل العراق، لا يسمح بالزراعة فيها ولا يشيد عليها أي بناء ممنوع من جهة العراق. وهذا موضوع الدعامات، هو هذا ترسيم الحدود. وصدق يعني هسه خلينا نناقش هاي الحدود، هذا الخط عم اعتبر هاي الشاشه هذا الحدود الخط، انت شلون تجي تقعد يم الحدود؟ اكيد تجي بمكان اقرب، تجي لهنا تقعد، قاعد بصف الحدود، يعني همينا اخذها بالعقل، قاعد بصف الدعامات همينا ما يصير. فلذلك نقلهم منا خلوهم هنا، فضت راحت. ايضا اياد يقول لماذا لا تكون الحرمه بين البلدين من جانب الكويتي؟ شو يسوي لك بعد؟ فقط لكون منطقه هم ما بانين من ذيك الجهه ترى، ولا قاعدين عوائل ولا بيوت من ذيك الجهه، بس احنا. ايضا كاظم يقول هسه شنو؟ والله دوختونا. كاظم اذا كل هذا ما افتهمت يا اخوي، احنا ما بينا حل بعد نعيد لك يا كاظم يا اخوي. اخر تعليق من اياد يقول من لا يدافع عن ارض العراق لا يستحق العيش على ارضه. احسنت، هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع الحدود العراقية الكويتية ومنازل قصر اللي صار ترند الرأي العام. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة موضوع مهم دائما ما نتحدث به، موضوع وملف المياه اللي تطلع لنا فيديوهات وتطلع لنا صور، نشوف المياه جفت، نشوف الأنهر ماكو، الأهوار راحت تلاشت، كل هذه المواضيع اللي جاي نشاهدها في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في عيوننا من نجي نعبر الجسر. اي جسر هسه بغداد من تعبر الجسر راح تشوف حال النهر، ماكو. طلع لنا فيديو واحد يتمشى على النهر مشي على بالدارج نسميها قياش يعبر النهر مشي. زين، كل هذه المواضيع اللي جاي نتحدث بيها مجلس الوزراء وعبر الصفحه الرسميه ايضا لرئيس الوزراء، خلينا نشوفكم القرارات اللي صارت وايضا بالاجتماع اللي حدث يعني مساء أمس الأربعاء شنو كانت القرارات. يقول المهندس محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراقي، ترأسنا اليوم الأربعاء حول يوم غد يوم أمس الاجتماع الثالث للجنة العليا للمياه. يقول استعرضنا موقف الخزين المائي الاستراتيجي في البلاد ومعدلات الإطلاق من دول الجوار، فضلا عن متابعة تنفيذ توجيهاتنا السابقة وأبرز العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط المعدة لمواجهة أزمة المياه ووضع المعالجات السريعة
لها. وجهنا بضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول الجوار لمعالجة ملف المياه بما يضمن حقوق العراق وفق الاتفاقيات الدولية الضامنة لحق كل دولة في الحصص المائية، كما وجهنا باستنفار الجهود وتوفير كل التسهيلات استعدادا للموسم الزراعي المقبل، وكذلك تذليل العقبات أمام الدوائر والمؤسسات في الجانب المتعلق بالانتقال لاستعمال تقانات الري الحديثة والذكية، والتأكيد على مواجهة البعض ممن يعمل على إثارة المخاوف من خلال نقل الحقيقة عبر إعلام مهني ومسؤول وسياقات قانونية. هذا ما جاء في البيان أو في الاجتماع اللي حدث مساء أمس الأربعاء حول موضوع ملف المياه. وأنا أيضا أدعو السيد رئيس الوزراء المحترم المهندس محمد شياع السوداني، هذا الموضوع يجب أنه تأخذ زمام الأمور وتعجل بهذا الموضوع. بوركتم على هذه الخطوات، ولكن نريد أيضا يعني مواضيع وجهات دبلوماسية تتحدث بهذا الموضوع، سفر إلى الدول المجاورة وخصوصا تركيا. تركيا اللي ما أعرف يعني والله العظيم يعني أنا من أجي أحكي البعض يلومني، يا عمي إحنا بيننا وبين تركيا استيراد وتصدير خير من الله، الملابس نستوردها منهم، المواد الغذائية جاي نستوردها منهم، النساتل والحلويات جاي نستوردها منهم، عمي أعوف النمبر وان هاي النستلة ما استوردها فت شهر يفتحون لي المي، أسوي شيء؟ أخطي خطوة؟ ما أظل صافناني؟ هم عايشين علي وعلى بعض الدول، هم عايشين حجم التبادل التجاري بين البلدين سنويا أعتقد 21 إلى 22 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين، وهذا مبلغ مو قليل مو هين. ميزانيات دول 6 و7 و10 مليار دولار، فأسوي فد خطوة أقاطع المنتجات التركية؟ شو راح أموت؟ شنو شو المعجون مثلا؟ معجون اكو زير تركي واكو عادي غيره مو تركي، اكو الف نوع الزيت ام اكو تركي واكو غيره مو تركي، النساتل ام اكو تركي واكو مو تركي، الهدوم اكو تركية واكو من الصين واكو من تايلند واكو من الدول الباقية. شوية اخطي لي خطوة، وايضا هاي خطوة الشعب، ايضا الشعب المفروض ايضا يزيد بهذا الموضوع. خلينا نشوف أنا وياكم التعليقات. محمد يقول السلام عليكم، من خلال الوفرة المالية بالإمكان استخدام المياه الجوفية في السماوة والاستفادة من السعودية في هذا المجال. المياه الجوفية أيضا هذا موضوع مهم يا أخوان، المياه الجوفية احنا ما أعرف احنا بس نسوي النبير وهذا، والمياه الجوفية أيضا مياه مهمة. أبو رحمن يقول أحسنتم شيء مهم الزراعة. عمار يقول ما فكرت شلون تقضون على الهدر بالماء من خلال نصب عدادات في البيوت. موضوع مهم يعني هاي يعني الإسراف باستخدام المياه بالمنازل، يعني صدق هذا موضوع مهم. اليوم مسؤوليتك أنت قبل لا تكون مسؤولية الدولة والحكومة والدول المجاورة، اليوم أنت أيضا جاي تسرف باستخدام المياه، تفتح الصندة وتطلع ترشلي بالباب، مسعد تطلع ترشلي بالباب يومية العصر، يوميا تطلع ترشلي الباب وترشلي الشارع كله، زين لا مو هيك، تطلع تغسل لي سيارتك بمي الماطور بالصونده، يا اخي اجيب هاي الفاره ما ادري ايش صحول هاي مال غسل، زين حتى استخدم على قد ايش اسمه، ما اعوف المي هيك يروح بالشارع، اترس لي سطل، اترس لي دبه، اترس لي شيء. هواي امور يعني اذا نجي نحكي على المي اللي يروح هيك، طب تلقى المغسله تغسل المواعين تلقى المي راح، سدي نتكملين بين ما تغسلين ماعون وماعون سدي يعني. هاي هم ايضا امور يعني، هاي ايضا امور يعني انت انا جاي احكي بصيغه انه الفرد، بس انت احسب لي كم عراقي كم بيت، كل ذول ايش قد راح ياثرون؟ المسؤوليه تقع على عاتقنا احنا قبل لا تكون على عاتق الدولة والدول المجاورة.
دينا تقول استاذ محمد المحترم الجو حار جدا، يا ريت ترأف بالشعب العراقي وتعطيهم عطله، درجه الحراره اكثر من 50 لحد هسه كل المحافظات عطلت بسبب الحر، بس بغداد اذا الماء تبخر من الحراره كيف لادمغتنا؟ اذا الماء يتبخر من الحراره كيف لادمغتنا؟ ادمغتنا قد تبخرت يا دينا ادم. نعم. ورودي تقول سيادة السوداني قيل من أمن العقاب ساء الأدب عندما تتلاعب الدول بتدفق المياه للعراق وتمنع وصول الحصص المائية إلينا، فلا بد من إجراءات حاسمة لردع مثل هذه السلوكيات اللا إنسانية. وطني قويا وشامخا دائما وأبدا. هذا آخر تعليق كان بخصوص هذا الموضوع اليوم، موضوع ملف المياه وأيضا الاجتماع اللي صار بمجلس الوزراء. الموضوع الثاني لا يبتعد يعني بعض الشيء عن موضوع المياه، بعدنا بالحرارة ودرجات الحرارة. الموضوع هذا شوي غريب، قررت أنه نسولف بي أنا وياكم حتى نفتهم تفاصيله. مرصد بيئي، مرصد بيئي يقول بسبب ارتفاع درجات الحرارة يقول ألوان البنايات، ألوان المباني أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة في العراق. ألوان المباني، شو هذا الموضوع؟ يعني بحثت أني تعمقت بهذا الموضوع ما لقيت فد تصريح قوي، فد رواية تسند، بس قررت أنه أنا وياكم نسولف بهالموضوع. ألوان المباني طبعا الموضوع ترند أيضا والناس تكتب وناس تشير وناس تحكي وهذا، فبحثت عن المرصد البيئي ما لقيته، بحثت ما لقيت. زين، فهسه إذا إحنا نقول نفسيا، إذا نجي الموضوع نفسيا، فأقول لك والله ممكن ألوان المباني جوزية والقاع جوزية وتراب والدنيا حارة، فنقول ممكن، بس أعتقد هو كان قصده إنه ممكن ألوان البنايات ممكن تعكس الشمس أو غير شيء. فهذا الموضوع أيضا يدعو إلى التفكير. طبعا خلينا نشوفكم الموضوع ردود أفعال الناس حول هذا الموضوع. يقول ألوان المباني أحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة في العراق. ممكن قصده إنه إذا كانت المباني بلون أسود ممكن تسحب الشمس مثلا، ما أعرف يعني. زين، تعكس الشمس هاي الألوان، ما أعرف، لأنه المباني صب كونكريت وألوانه هيك، ما أعرف. فهذا الشخص المرصد البيئي يقول بسبب هذه ألوان المباني. خلينا نشوف الناس شنو ردود أفعالهم. علي عيسى يقول هو بس ارتفاع درجات الحرارة، حتى ارتفاع درجة الكآبة هم علاو كئيب صاير. يقول ولو آخر أيام أكو كم وزارة خلت إنارة وباللي، ولو آخر أيام خلت كم إنارة وبالليل شكلها اختلف، بس الأغلب بنايات متهالكة وظلمة ووسخة. أما حسين يقول إذا كلهن كربون طبعا تزيد درجات الحرارة. كربون، ما أعرف. الشاعر حسين العميدي يقول رجاء امسحوا الألوان، مو متنا حر. أيها الشاعر حسين العميدي، أنت مو نفسك اللي تقول الشعر نسيت أماتك، العقل يا أهل العقل راح ويا البنية، أعتقد أنت تقول هذا الشيء. فيا حسين، العقل يا أهل العقل راح ويا الشمس، راح تبخر على قولة التعليق اللي قبلها، تقول تبخرت عقولنا. صدق تبخرت عقولنا يا شاعرنا. تعليق آخر من علي يقول هي وين هالمباني؟ شو انتو تحجون ويا اموات لو شنو؟ صدق يعني احنا من ناطحات السحاب اللي عندنا مثلا هي مباني 5 6 7 10 طوابق بالزايد. اخر تعليق من عدنان يقول والله هذا الشيء اللي عيصير بينا، عيصير كلها من وراء الرسائل اللي كانت تجينا ارسلها لعشرة اشخاص واحنا نثولها وطلعت حوبتنا بيها. والله يا حسين اذا انت بعدك تصدق بهاي الرسائل يا عدنان فأنت أخوي. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الثالث اللي هو موضوع
ألوان المباني. إن شاء الله ندقق ونتحرى عن هاي الدراسة بالمستقبل حتى نشوف هل هي فعلا يعني حقيقية إلها جانب من الحقيقة أم لا. موضوعنا الرابع والأخير في فقرة فيس تو فيس موضوع رياضي. نبارك لي الأخوة في نادي الشرطة العراقي على التأهل للدور الثاني من البطولة العربية، لإدارة وجماهير ولاعبين وكادر تدريبي لنادي الشرطة العراقي اللي قدموا مستوى جيد جدا في البطولة العربية وتأهلوا إلى الدور الثاني، راح يقابلون نادي السد القطري. الشرطة خاض مباريات قوية جدا مع الصفاقسي التونسي وتمكن من الفوز على الصفاقسي، وأيضا تعادل مع الترجي التونسي وخسر ب يعني ما أعرف شلون أسميها، بمباراة يعني حرامات راحت، يعني كان متعادل لغاية دقائق يعني متقدمة في المباراة لحد نهاية المباراة، وكان متعادل ولكن جاء بنزيمة وسجل هدف وخسر الشرطة، ولكن جمع 4 نقاط وتمكن من التأهل. خلينا نشوف الموضوع وأيضا تفاصيل الموضوع وتعليقات جماهير الشرطة طبعا عبر الصفحة الرسمية لنادي الشرطة الرياضي. فريق الشرطة يتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد أن حقق الفريق المركز الثاني في المجموعة الأولى التي ضمت كل من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي والصفاقسي والترجي والصفاقسي التونسيين. طبعا هذه تشكيلة المباراة الثالثة. طبعا أحمد فرحان لاعب مهم جدا في هذه البطولة، يحيى على عبد الزهرة، المواس، أبو بكر، مناف، كرار، فيصل، كل اللاعبين، فهد، إدريسة، كل اللاعبين الأساسيين وحتى اللاعبين الاحتياط قدموا يعني مستوى جميل جدا. نبارك لهم على هذا الشيء، وأيضا نبارك للكادر التدريبي بقيادة الأخوة أحمد صلاح وحسين عبد الواحد. بعد المباراة وبعد التأهل إلى دور الثمانية، أحمد صلاح عبر المؤتمر الصحفي قال إنه الحمد لله على التأهل وأثني كثيرا على الأداء المشرف للفريق، لولا ركلة الجزاء لما خسرنا المباراة. ركلة الجزاء قوله بنزيمة، بنزيمة بعد يالي يقدر يلزمه، لا لزمته برشلونة، لا تشيلسي، لا السيتي، لا بايرن ميونخ، يالي لزمه. أيضا الجانب البدني لم يسعفنا في جزئيات بسيطة من المباراة وكنا ندا للمنافس. أيضا يقول قدمنا قيمة فنية مبهرة للجميع وأثبتنا أننا نستحق التأهل. تصريح السابق فهم خطأ وثبت صحته عندما اشترك اللاعبون الأساسيون، إذ قدمنا الأفضل بوجودهم. أيضا يقول سقف طموحاتنا ارتفع كثيرا وسنقول كلمتنا مجددا. أيضا أخضر الوطن دربك أخضر عبر الصفحة الرسمية لنادي الشرطة. طبعا احنا كلنا داعمين لنادي الشرطة، ممثل الوطن في هذه البطولة، البطولة العربية. أيضا كان هنالك اتصال من وزير الداخلية في البعثة اللي متواجدة بالسعودية، البعثة عفوا، ويقول بارك وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تأهل فريق نادي الشرطة إلى الدور الثمانية من بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال، وفي مكالمة هاتفية مع منسر النادي. طبعا تعليقات الجماهير، يقول أليكس يقول مشاركة رائعة تستحقون الإشادة، مبارك لنا التأهل الكبير أمام الأندية العربية الكبرى. أما حسين يقول مبارك للقيثارة وللرياضة العراقية. زين العابدين يقول مبروك التأهل لقيثارة الوطن الخضراء. أما آخر تعليق من حسن يقول والله ورفعت الرأس يا قيثارة. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأخير في فقرة فيس تو فيس اللي هو موضوع تأهل نادي الشرطة العراقي إلى الدور ربع النهائي من البطولة العربية. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام في فقرة ترند تيوب، والأبرز في هذه الفقرة هو الفيديو اللي ظهر من خلال اعترافات القاتلة عديمة الإنسانية زوجة الأب التي عذبت هذا الطفل. خلينا نشوف اعترافاتها نرجع نسولف. لعل هذا الطفل يعني الله سبحانه وتعالى نطقه وخلاه
يحكي بهذه الطريقه. طبعا بقيه اكو بقيه الاعترافات، بس بسبب قله الوقت وضيق الوقت هذا الطفل الله نطقه، الله سبحانه وتعالى خلاه يحكي. طبعا هذا شقيق الطفل المرحوم، هذا شقيق الاكبر. عديمه الانسانيه وعديمه الشرف، الفاقد للشرف والانسانيه زوجة الاب من خلال الطفل. حتى طبعا هذه هي القاتله، هذه هي المجرمه اللي 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 سوت بهذا البريء، بهذا الطفل في قبضه العداله. ادعو القضاء العراقي العادل الشريف، مثل يعني الطفل هو اللي طلب، يعني الاطفال هي اللي طلبت، قال اريد حق اخوي، ادعوكم بانزال اقصى العقوبات بحق هذه، وايضا التحقيق مع الاب، لان ايضا يعتبر مشارك في هذه الجريمه، لانه يجي ويشوف التعذيب وما يحاسب ولا يسوي شيء، وهو يعذبهم بالزايد. ادعو القضاء العادل لانزال اقصى العقوبات بحق هذه العديمه الانسانيه والشرف، هذه المراه اللي قتلت وعذبت هذا الطفل البريء المسكين. تلبسه ملابس شتويه وتوديه للمدرسه حتى ما حد يلاحظ عليه اثار التعذيب. وين وصل بينا الحال؟ مع الاسف. طبعا مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى التقيكم في الحلقه القادمه، نقولكم في مال الله.